ودي متعة العلم شفتها حتى أنا في الحج مع الشيخ حطيبة حفظه الله. ده من فضل ربنا والله، ما لناش سبب، هي كده. الشيخ بيقوم قبل الفجر بساعتين تقريبا، يفضل يصلي قيام ليل غيبا، ما فيش حاجة اسمها يبص في المصحف ويقف كل ليلة. نصلي الفجر، بعد الفجر في درس ليا، الشيخ بيقعد يسمعني والله أقول لي بس لدرجة بس انا استمتعت بالموضوع، اللي انا بقيت بعد ما خلص اقول له قول لي بقى انا غلطت هنا في ايه وبتاع، استفدنا تمام، لكنها تمام. بعد ما نخلص الدرس نكمل اذكار الصباح، يصلي يطلع يريح له ساعتين ثلاثه، يقوم قبل الظهر يفتح اللاب يذاكر. بيذاكر الشيخ، يقعد للظهر يذاكر، بعد الظهر بيدي درس مناسك الحج، بعد الدرس يطلع يذاكر للعصر، بعد السنه طبعا يصلي السنن، بعد كده يذاكر بقى ينام بعد العصر ساعه ويذاكر لحد المغرب، يصلي المغرب ويفطر. خدت بالك كل يوم بيصوم، سواء في حج او في كل يوم، ويذاكر لحد العشاء، بعد العشاء يذاكر لحد الساعه 12 ينام. خدت بالك وكده لدرجه درس المناسك بيذاكره مع انه شارح الفقه 17 مره او 18، واحنا بنيجي ندي الدرس ما نعطيه قبل كده. يا عم بطل غرور بقى يا عم، اتقن العمل، ربنا هيفتح عليك في مسائل انت عطيها قبل كده، بس ربنا هيوفقك حتى طريقة توصيل المعلومة لان انت خدت بالسبب. نفس الكلام انا الخطبة دي خطبها 100 مرة، طب ما تبص فيها هتشرح حديث، هتضيف معنى، مش عارف.